كلم نفسك يعني مجنون ومشكوك فيك كمان. يا عروسة امك قالت لك ان انا تمام؟ لا قالت لي مشكوك فيك. مشكوك فيا؟ احنا بقالنا ساعة مع بعض. ما هي قالت لي سعد الشاي، قالت لي انا ادخل اجربك. ايه؟ انا هجربك. هتجربيني ازاي؟ زي الناس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. احا سلام عليكم احلى ناس في الدنيا. طبعا لسه صاحي من النوم يعني عزيزي لهلوئي، انا عارف حقك عليا منعاني منك والله العظيم. طبعا ده مش معناه ان انا هقولك انا جايب لك حلقة، وهي طبعا ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يا حبيب قلبي جايب لك شوية عيال من اللي هم بتوع الافلام القصيرة، وجايبين فيلم يعني ايه قنبلة قنبلة، اقسم بالله يعني يخش ياخد مهرجان الجونة وهو حاطط رجل على رجل. وطبعا ده يعني مش معناه يا حبيب قلب اخوك ان انت يعني ما تنزلش تديني ام لايك الشرق الفايح السايح النايح بتاعي، ولانك مش مشترك في القناه انك تشترك في يعني في القناه يعني تضم جنب اخواتك. فاضل لنا 200 يعني مشترك ونوصل لايه؟ ل 200,000 يعني 200 و 200,000 يعني مش مشوار، يعني مش حوار هو يا عزيزي. يلا نبدا الفيديو على خيره الله واضحك كده يعني، خلي ربنا يعني يجعل في وشك القبول. اوزيع يا ابن والدي. ازيك يا ست الكل؟ نورتنا يا حبيبي. نورك الله يخليكي. انا الصراحه كده كنت طالب ايد بنت حضرتك. وانا والله الصراحه كده كذا حد في العيله اتجوز وتوكس، وانت بسم الله ما شاء الله زيهم طول بعرض، وبيطلعوا في الاخر على ما فيش. تتقالك ايه يا حاجة؟ يعني مش معناه ان هو يعني شاب طول بعرض يطلع يعني خربو، يعني ما ممكن يطلع جامد يعني وعلى الله حكايته. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا اولادي، ده راح يعني واحد راح يقرا فاتحة، وزي ما انتم شايفين كده العروسة شهد تسلخات، ضرب لك شعرها يعني اكسجين، وقعد يعني ايه تتكلم مع العريس. وطبعا يا اولادي احنا بنحلل فيلم الحايز على جائزة الاحة السينمائية لعام 2081. نكمل باقي الفيديو. وزيع يا ابني يعني ايه على ما فيش يعني ست الكل؟ يعني المفروض ان الواحد الاول قبل ما يجي يخش البيت او يخطب عيله مننا نجربه. تجربوه؟ نجربه. يعني انت يعني حبيبي يعني انت يلبسوك افلت طلعت يلا يا دوب يقدر يطرطر، يعني ساعتها يعني هنعمل فيك ايه لما انت طلعت يعني يا دوب يقدر يطرطر؟ انت يعني لما بتروح تشتري بطيخه واخد لي بالك، بتخلي الفكهاني يفتحها لك، بتخلي الفكهاني يفتحها لك عشان تدوق. افرض طلعت قرعه، هم بالظبط كده عايزين يطمنوا على بناتهم، يعني انت مش واخد بالك؟ الحكومه فين؟ الحكومه فين؟ نزيع تجربي ازاي يعني؟ زي الناس. امال يعني نوكس البنت جنبنا زي اللي قبليها؟ بيطلعوا وبصراحة ربنا الطول بعرض ده بشك فيه. لا ما تقلقيش فيه، ما تقلقيش يا ست الكل. لا ما هو مش بالكلام، هما برضه قالوا ما تقلقوش. لا ما تقلقيش يا ست الكل. ولا وهو كله بيعمل كده في الأول يلا، كله يعمل فيها بقى الرام وبيشيل على الدراع اليمين 200 جرام، ويخش جوه يناونو. ما هو ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تتجرب. ما احنا هنجربوك يعني هنجربوك. نكمل يا ابني بقى ام الفيديو. زيع زيع عشان حاسس بنجاسه في قلب الفيديو ده، كمل يا ابني. ولا ايه يا شاه؟ ايوه طبعا يا ماما، اللي اقوله تجربه اخره جوازه. انت موافقه امك في اللي هي بتقوله ده؟ ايوه طبعا. في ايه يا جدعان؟ انا مش بقى بنت اتجوزت. انا مش مستوعب اللي انتوا بتقولوه ده. لا انا هجربك. هتجربيني؟ ولعت ولعت. هنشوش بقى نشوف ايه وهو بيتجرب. افرض طلع منفس، لا احنا هنتفرج بقى ونشوف التجربه دي عامله ازاي. زيع يا ابني ما عنديش مشكله، يلا قوم لما تجربني. خش. طب ايه اللي هيتم دلوقتي ست الكل؟ هقول لك ايه اللي هيتم دلوقتي. انت هتعمل ايه؟ هجربك يا رب يا ست الكل. والله انا شاكه فيك، وبقول لك على حاجه، صاحبه الشقه تيجي تجرب بنفسها. يعني صاحبه الشقه ايه؟ الراجل لسه بيقول لك قاعد ساعه يا حاجه، الراجل قاعد ساعة يا حاجة، يعني مش محتاج ان حد تاني يخش يجرب فيه، يعني هو ايه خلص
خلص يعني ساعة مجهود شاق من البنا. وايه والواد بيقول لها ايه رأيك يا ست الكل؟ ايه تالا يعني ايه مشطب شقة نقاشة؟ ايه دي شغلانة بطينا بطين نكمل بقى ام الفيديو وزيع يا ابني؟ ايه يا ماما عملت ايه؟ بقولك ايه؟ انا شاكة فيه كده مش عارفة كده. بقولك ايه؟ شاكة فيه بقالك ساعة يا ماما جوه تقولي شاكة فيه؟ ما هو الساعة دي شاكة اصلا. بقولك ايه؟ قولي ايه؟ جربي بنفسك. لا ما ينفعش انا بنت ما ينفعش. لا ينفع ده كده كده هيبقى جوزك وهتتجوزيه. لا هو انت بتقولي شاكة فيه فريدي ما تجوزنيش. لا لا بس روحي جربيه لازم يتجرب يا بنت على تجربة بتبقى حلوة. على تجربة بتبقى حلوة يا اكسجين. اكسجين الحياة والنفط الايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المجتمع ده؟ ايه المجتمع ده؟ عريتونا عريتونا اقسم بالله العظيم والله العظيم تلاتة احنا بقينا في القاع اللي ضاع يعني القاع ضاع نكمل زيع. افتري عليا افتري كمان يا زمن. يا رب بقى العروسة فاضية. بتكلم نفسك يعني مجنون ومشكوك فيك كمان. يا عروسة امك قالت لك ده انا تمام. لا قالت لي مشكوك فيك. مشكوك فيا؟ احنا بقالنا ساعة مع بعض. ما هي قالت لي سعد الشك. قالت لي انا ادخل اجربك. ايه؟ انا هجربك. هتجربيني ازاي؟ زي الناس. سخنت ساعة كمان ساعة كمان يا جاحد. يلا 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 يعني ايه ده؟ ايه العزمة دي؟ احنا كمان لازم نجرب احنا نشوف المجتمع ده في انهي بيئة. واروح اجرب بقى يجربوني من هنا للصبح. كمل يا ابني كمل علشان خاطر يعني نشوف الراجل عمل ايه يعني طلع ينفع ولا ما ينفعش لتاني ساعة زيع. لا ما انت تمام يا بابا امال امي مالها شاكة فيك ليه؟ انا موافقة. موافقة على ايه؟ مش عايز تتجوزني؟ لا انا مش متجوز. ازاي يعني؟ انا عبيط هتجوز واحدة متجربة؟ ده انا جربتك وجربت امك ناقص تجيبيلي بنت خالتك وبنت عمك اجربهم كمان. لو عايزه ما اتصل بيهم اجيبهم. تجيبيلي ايه؟ يا ولاد بيت الكال بتقول لي اجيب لك خالتي ولاد خالتي تجربهم. الله الله عليك يا بلد الله عليك يا مصر عظيمة. فين يعني انا بوجه كلامي ده للنائب العام يعني يا فندم اللي بيحصل ده يعني خراب خراب احنا عايشين في خرابة حضرتك احنا عايشين في الجحيم عايشين وسط القراطيس في الارض نكمل زيع. يا شاه اعوذ بالله يا اعوذ بالله ده جابوس جابوس. على كل لون شفتك يا حلوه ما تتخفيش وما تعمليش فيها الشريفه ما تكذبيش. عجبك الحلم يا حاجه؟ بتضحكوا علينا يا انت شايفين يالا السوتس جاي من جنينه بتاعت الحمونه احنا مش عايشين هنا يعني ايه بنسقي ورد احنا يعني ايه ركوبنا على الحافت احنا مش دكاتره سنان هنا. ومن هنا يا حبيبي نكمل نهايه ام الحلقه ويا ريت يعني لو الفيديو عجبك تنزل تدي لايك وتشترك وتعمل يعني الواجب مع اخوك السوتس وتشوف الحلقات اللي فاتت يا حبيب قلبي وتزوق كده علينا وتروق. اشكركم شعبي العظيم اشكركم اشكركم اشكركم.